الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قدرت اللجنة المالية النيابية حاجة العراق إلى نحو 70 تريليون دينار لسد رواتب الموظفين من الموازنة التشغيلية. وقال عضو اللجنة جمال كوتشر إن البرلمان يجهل سبب تأخر إحالة مسودة قانون الموازنة من مجلس الوزراء، على الرغم من أن البرلمان سينهي عطلته التشريعية في الأسبوع المقبل، مضيفا أن باستطاعة الحكومة اللجوء إلى الاحتياط البنكي كسلفة لإطلاق مرتبات الموظفين، على أن تضاف هذه المبالغ إلى تبويبات المرتبات بعد إحالة مسودة الموازنة إلى البرلمان. كشف نواب في البرلمان الحالي عن وجود 26 معملاً لمختلف الصناعات الاقتصادية قطاع خاص في محافظة كربلاء، وجميعها تعمل بدون أي دعم مادي أو معنوي، وبعضها أغلقها أصحابها بعد صرف مبالغ عالية جداً. وقال النائب زهير شهيد الفتلاوي إن بعض تلك المعامل ترك أصحابها العمل وأغلقوها بعد صرف مبالغ عالية جداً، حيث لم تجد بيئة ملائمة لتشغيلها، وأقل دعم لعملها هو توفير الطاقة الكهربائية الوطنية. وأضاف أن تلك المعامل تعمل جميعها بالمولدات الخاصة وتشتري الوقود بالسعر التجاري. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع أجور موظفي الدولة والمتقاعدين بنسبة 30%، وأضاف أردوغان أن هدف حكومته إزالة فقاعة التضخم هذا العام وإخراجه من أجندة تركيا تماماً اعتباراً من السنة المقبلة، مؤكداً أن التضخم سينخفض خلال الأشهر القادمة. وأشار أردوغان إلى أن تركيا أغلقت عام 2022 عند مستوى أدنى من الهدف المتوسط المدى لتضخم أسعار المستهلكين. وصف الرئيس البلغاري رومين راديف في اتفاق الغاز الطبيعي بين بلاده وتركيا بالخطوة التاريخية، وأكد راديف أن تركيا وبلغاريا تتحملان مسؤولية مشتركة نظراً لموقعهما المشترك وإمكانيات الطاقة التي يمتلكها البلدان، مبيناً أن أنقرة وصوفيا توفران الأمن وتنوع الموارد ليس بين بعضهما البعض فقط، بل للشركاء والحلفاء في أوروبا أيضاً. بدوره قال الوزير التركي إنه أجرى مباحثات مع كل من رئيس الوزراء وزير الطاقة البلغاريين، وتوصل معهما إلى تفاهمات في أغلب الملفات المتناولة، وأعرب عن أمله في أن يكتسب التعاون في مجال الطاقة بين تركيا وبلغاريا زخماً خلال المرحلة المقبلة. استقرت أسعار النفط بعد خسائر في أولى جلسات عام 2023 التي غذتها التوقعات بتراجع الطلب والتنبؤات بحدوث ركود في الولايات المتحدة وإجراءات الصين مع كورونا. واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون 77 دولاراً للبرميل بعد أن هبط بنسبة 4.2% أمس الثلاثاء في أكبر انخفاض منذ شهر تشرين الثاني، وهبط خام برنت 3 سنتات ليصل إلى 82 دولاراً بعد أن هبط أيضاً بنسبة 4.24 دولارات. ومع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لتقليل التضخم، فإن الركود في الولايات المتحدة أصبح وشيكاً وفقاً لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك ويليام دادالي. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز بأمان الله.